بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الخطبة أيام منى. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا فضيل بن غزوان قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم النحر، فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الخطبة يوم النحر. الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم النحر، وبين لهم خطورة ما يتعلق بقتل الأنفس وبأخذ الأموال والتعرض للأعراض، وكان بيان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه يعني يحفز الهمم ويجعلها تتطلع إلى معرفة ما سيبينه وما سيقوله صلى الله عليه وسلم. فإنه قال، يعني سأل الناس: أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ وقالوا، يعني في بعض الروايات قالوا: شهر حرام، بلد حرام، يوم حرام. وفي بعض الروايات قالوا: الله ورسوله أعلم. في بعض الروايات قالوا: الله ورسوله أعلم، يعني أنهم ما أجابوا. وفي بعضها أنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، ظنوا أنهم سيسميه بغير اسمه. ولما سألهم هذه الأسئلة ويعني بين لهم في بعض الروايات: أليس البلد الحرام؟ أليس الشهر الحرام؟ أليس اليوم الحرام؟ فتقرر ذلك في نفوسهم، وعند ذلك نقلهم صلى الله عليه وسلم إلى الشيء الذي يريده، وهو بيان حرمة الأنفس والأموال والأعراض. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن تقرر هذا عندهم وعرفوا أهمية يعني هذا الذي خاطبهم به واستقر في نفوسهم ذلك، وعرفوا يعني أنه سألهم عن هذه الأسئلة التي تتعلق بتحريم اليوم والشهر والبلد، ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فكما أنه متقرر عندهم حرمة اليوم والشهر والبلد، فألحق هذا بهذا وقاسه بهذا وقال: إن كما أن هذا حرام فإن هذا حرام، يعني كما أن هذا حرام وتعرفون أنه حرام، فإن إزهاق النفوس وكذلك أخذ الأموال وكذلك انتهاك الأعراض أنه حرام. إن قال: كحرمة يومكم هذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا أوضح ما يكون من البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أنصح الناس للناس وأفصح الناس عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. فبين خطورة التعرض للأنفس والأموال والأولاد بهذا التقرير الذي
مهد له ببيان حرمة الشهر وحرمة اليوم وحرمة البلد الذي هو متقرر عندهم والذي هو معروف عندهم. ثم قال ابن عباس إنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فليبلغ الشاهد الغائب، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تخلله هذه الجملة التي قالها ابن عباس، وهي أنها وصيته صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال فأي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني وهذه الوصية التي هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم، هي يعني الأخذ بها والتمسك بها يعني والدعوة إليها، لا شك أن هذا من أهم المهمات، من أهم المهمات. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني أنه قد بلغ، وأنه يبلغ الشاهد الغائب، يعني من حضر هذا الكلام وسمعه فليبلغه إلى غيره ليطبق وينفذ، وليبتعد عن التعرض للأنفس والأموال والأعراض. وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني أنهم يعني يكونون مثل ما كان عليها الجاهلية الذين يقتلوا بعضهم بعضا، لأنه لما قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني من التزموا بهذا ولا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني أنهم يكونون كهيئة الكفار وعلى طريق الكفار الذين ليس لهم دين وليس هناك رادع يردعهم، وإنما الـ يعني يحصل التقاتل ويحصل الإيذاء من بعضهم البعض، لأنهم ليس عندهم أساس يمشون عليه ويسيرون عليه كما هو شأن هذه الأمة التي عندها هذا الإيضاح وهذا البيان وهذا التشريع الذي فيه سلامتها والذي فيه محافظتها على ما فيه السلامة من الشرور من بعضهم لبعض، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأنفس أو يتعلق بالأموال أو يتعلق بالأعراض. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان عن فضيل بن غزوان نعم عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. تابعه ابن عيينة عن عمرو. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس الذي فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، يعني وهذه خطبة أخرى، يعني قبل يوم النحر. هذه الخطبة التي ذكرها هنا يعني سبقها خطبة وهي يوم عرفة، فإنه خطب الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وذكرهم وبين لهم كثيرا من أمور دينهم ورغبهم ورهبهم، وذكر يعني من ذلك بعض الأحكام المتعلقة بالحج، وهي أن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد خفين فليلبس النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس خفين، ولم يذكر القطع الذي كان موجودا قبل ذلك في حديث ابن عمر الذي كان في المدينة، فإنه قال فليقطعهما أسفل الكعبين. وأما في عرفات فإنه لم يذكر القطع، قد حضر حجته أعداد كبيرة من الحجاج وسمعوا هذه الخطبة وتفرقوا فيها وذهبوا فيها للآفاق،
فكان ذلك ناسخا للذي كان في المدينة من ذكر القطع. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر. نعم. عن شعبة عن عمرو عمرو دينار. نعم. عن جابر بن زيد. نعم. عن ابن عباس. نعم. تابعه ابن عيينة عن عمرو. نعم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. جابر حديث الحديث عن أبي بكرة. عن أبي بكرة. نعم. ثم ذكر حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، وهو مثل حديث ابن عباس إلا أنه يختلف عنه في بعض الأمور، فمنها أنه في أوله عندما سألهم يقولون الله ورسوله أعلم، وأنهم ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، وهم يعرفون البلد ويعرفون الشهر ويعرفون اليوم، ولا إشكال عندهم في ذلك، ولكن لما جاء هذا السؤال ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. وفي في الحديث السابق ابن عباس قالوا البلد الحرام والشهر الحرام واليوم الحرام، فقالوا يعني نصوا على هذا. ويحتمل أن يكون أنه لما في حديث أبي بكرة أنه قال لما قال الله ورسوله أعلم ويعني سكت، فيعني قالوا أو قال بعضهم أنه اليوم الحرام، أو أن يعني بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، بعضهم قال الله ورسوله أعلم وبعضهم قال البلد الحرام. فالخطبة واحدة وهي في يوم النحر، وفيها يعني هذا السؤال الذي هو تقرير لما سيبينه ويوضحه من حرمة النفس والمال والعرض. ولهذا يعني فإنهما متفقة في كثير من الخطبة في عن أبي بكرة وعن ابن عباس متفقة، وليس فيها إلا اختلاف يسير يعني من حيث الرواية بالمعنى. عيد الحديث من أوله. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. يقول الله ورسوله أعلم، هذا يقال يعني في زمانه صلى الله عليه وسلم، وفي يعني سؤاله لأصحابه ويجيبون بهذا. أما يعني بعد ذلك فإنه يقال الله أعلم، يقال الله أعلم، لأنه ليس كل سؤال يقال فيه الله ورسوله أعلم. يعني لو سئل يعني أحد عن الساعة يعني ما يقول الله ورسوله أعلم، يقول الله أعلم، وعلم الساعة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا قالوه للنبي صلى الله عليه وسلم على سؤال سألهم إياه، وكانوا يظنون أنه سيكون يذكر له اسما جديدا لا يعرفونه. فإذا بعد زمنه صلى الله عليه وسلم إنما يقال الله أعلم،
وأما في حياته صلى الله عليه وسلم وكونه يسأل أصحابه فإنهم يقولون له الله ورسوله أعلم، لأنه يسألهم ويبين لهم، لأنه بعد سؤالهم وبعد تقرر الأمر في نفوسهم لأهمية ما يسأل عنه سيبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قل الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. نعم. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال وهذا الله وهذا فيه الأنفس والأموال، يعني ما جاء في ذكر الأعراض الذي جاء في حديث ابن عباس. نعم. قال الله إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهو مثل الذي قبله، وفيه أن التبليغ لمن حفظ يعني شيئا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه لغيره فإنه قد سعى إلى حفظ سنته وإلى حفظ الشريعة، ولهذا قال عليه السلام فرب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع، لأن يعني لأن الإنسان قد يحفظ الشيء ولكنه لا يكون عنده الفقه الكثير فيه، فيكون ذلك الذي بلغ يكون أحفظ وأوعى يعني من غيره لذلك الذي بلغ. وقد يكون أيضا من ناحية الفهم والاستنباط يعني يستنبط منه الشيء الكثير، وكما هو معلوم فإن الحديث الواحد يشرحه عدد من الشراح ويتفاوتون في الشرح، فمنهم من يستنبط يعني بعض المسائل التي تستنبط من الحديث ولا يذكرها الشارح الآخر، ف يعني فالشيء إذا حفظه الإنسان وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه لغيره فإن ذلك المبلغ يعني قد يكون يعني يكون أوعى في الحفظ، وأيضا كذلك من ناحية الفهم والاستنباط، وبذلك تكون الشريعة يعني حفظت، ومن علمها وحفظ شيئا منها فإنه لا يكتمه ولا يخفيه وإنما يبلغه لغيره حتى تكون هذه الشريعة يعني وصلت إلى 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 هذه الأمة، وحتى أيضا يستنبط منها مسائل الفقه ومسائل الأحكام، لأن الأحكام والشريعة إنما تستنبط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني بعض الشراح يذكر فوائد كثيرة في الحديث الواحد، وبعضهم لا يأتي بمثل ما أتى به غيره من هذه الكثرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد والجعفي عن أبي عامر العقدي عن قرة وابن خالد عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة، يعني ورجل عبد الرحمن بن أبي بكرة يروى عن أبيه أبي بكرة، وفيه أيضا ممن أخذ عنه ابن سيرين هذا الحديث رجل آخر وهو حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي بكرة. إذن أبو بكرة ابن سيرين له فيه شيخان يروي عنهما هذا الحديث عن أبي بكرة، أحدهما أولهما ابنه عبد الرحمن، والثاني الذي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري. قال عن حميد بن عبد الرحمن ورجل هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن، يعني أن حميد أفضل في نفسه من عبد الرحمن بن أبي بكرة،
ويعني ذكر الحافظ أن عبد الرحمن أنه دخل في بعض الولايات وبخلاف حميد بن عبد الرحمن فإنه كان زاهدا. وأيضا ذكر في ترجمته أن محمد بن سيرين قال هو أفقه أهل البصرة, أفقه أهل البصرة. فإذا هذا التفضيل أو هذا الكلام الذي قاله محمد بن سيرين فيما يتعلق بحميد بن عبد الرحمن وأنه أفقه أهل البصرة, يعني هذا هو الذي يعني يبين وجه تقديمه وتفضيله عليه, حيث قال إنه أفقه أهل البصرة وهم كلهم بصريون, عبد الرحمن بن أبي بكر وهذا الذي هو حميد بن عبد الرحمن الحميري كلهم بصريون. فقوله هو أفقه أهل البصرة يعني هذا يبين وجه تقديمه عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال فإن هذا يوم حرام, أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال بلد حرام, أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهر حرام. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر, فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد, وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو قريب من حديث أبي بكر الذي قبل هذا, لأنه ذكر فيه الأسئلة الثلاثة وقال فيها أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. حديث أبي بكر ليس فيه ذكر الأعراض, ولكن هذا الحديث فيه ذكر الأعراض بالإضافة إلى الأنفس والأموال, وهو مطابق لحديث حديث ابن عباس المتقدم. ولكن من ناحية الجواب وأنهم قال يقول الله ورسوله أعلم, هذا موافق لما جاء في حديث أبي بكر الذي قبل هذا. إيش قال؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. ثم ذكر طريقا آخر عن ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها. يعني هنا حديث أبي بكر حديث ابن عمر ليس في ذكر يوم النحر, يعني بمنى لا, لا لما قال الندم قال بمنى, لا الأول هذا قال بمنى لكن ما قال يوم النحر. لا إيش قال في قال لما سألهم أي يوم هذا؟ أتدرون يوم هذا؟ قال الله رسوله فقال إن هذا يوم حرام. يوم حرام يعني هذا يعني يحتمل أن يكون أنه في نفس يوم النحر وهو الأقرب, لأنها كلها حكاية عن يعني هذه الأسئلة وهذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان غلظ وخطورة التعرض للأموال للأنفس والأموال والأعراض, ويعني فالأقرب أنه في يوم النحر, ولكنه هنا مطلق قال في منى, ومنى أيامه ثلاثة كما هو معلوم, أيامه ثلاثة. والرسول صلى الله عليه وسلم خطب في يعني في يوم النحر وخطب في اليوم الثاني الذي هو الحادي عشر. يعني لكن هذه الأمور الثلاثة يعني كما جاء في الحديثين السابقين يعني ذكرها والسؤال عن الشهر والبلد واليوم, و يعني فليس في تنصيص على اليوم ولكنه محمول على اليوم الأول الذي هو يوم العيد. والثاني نص قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات, يعني يوم النحر نحو وفي الطريقة الثانية هذه التي أشار لها يوم النحر بين الجمرات, وهذا يبين أن الرواية التي قبل هذه المطلقة
أنها محمولة على هذه الرواية المقيدة التي هي أنه يوم النحر، لا سيما والأسئلة واحدة والجواب واحد. وقال بعد ذلك في الحجة التي حج بهذا، وقال هذا يوم الحج الأكبر، وقال هذا يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر، وسمي يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر لأن أكثر أعمال الحج فيه، لأن فيه أربعة أعمال من أعمال الحج التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف. وقيل إن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، لكن يعني بعض أهل العلم قال إن المقصود يوم النحر، وإنما سمي أكبر لأن كثيرا من أعمال الحج فيه. وأما يوم عرفة فهو الركن الأعظم من أركان الحج، والذي لا يتم الحج إلا به، والذي إذا فات الحج فات، والذي إذا فات الحج يعني إذا فات اليوم فات الحج بفواته. نعم. قال فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد ودع الناس، فقالوا هذه حجة الوداع، يعني قال يبلغ الشاهد الغائب، ويعني وفيها في بعضها أنه قال لعلي لألقاكم بعد عامي هذا، فقيل ودع الناس فسميت حجة الوداع، مع أنها هي الحجة الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم، والتي بين فيها أحكام الحج، وكانت في السنة العاشرة. قال حدثنا محمد بن المثنى عن يزيد بن هارون عن عاص بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر، يعني هو يروي عن جده، يعني عاصم بن محمد إيش؟ ابن زيد عن أبيه، عن أبيه الذي هو محمد بن زيد، ويروي عن عبد الله بن عمر الذي هو جده. نعم. وقال هشام بن الغازي أخبرني نافع عن ابن عمر، وقال هشام أخبرني نافع. نعم. عن ابن عمر. نعم. والإسناد الأول وشو؟ عاص بن محمد بن زيد. نعم. عن أبيه عن ابن عمر. نعم. لا. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مرتين لتعليم الناس، كيف؟ المرة اللي ذكرتم في افعل ولا حرج، نعم نعم، لا سيئة، كان ذلك يقولون بعد الزوال. نعم. وهذا ضحى، كانت الخطبة هذه ضحى، فصار الوقوف مرتين، مرة ضحى وخطب هذه الخطبة، ومرة بعد الزوال فجاءه أولئك الذين يسألون. نعم. عن التقديم والتأخير. نعم يستقيم. نعم. يقول هذا يبدو الله أعلم هذا، وإن كان هذا وهو كان نص ضحى. ها؟ هو قال ضحى عندك؟ الحافظ ابن حجر لما شرح قال إن هذه الروايات بيت لنا اليوم والمكان، ووقع تعيين الوقت من اليوم في رواية رافع بن عمر والمزني عند أبي داود والنسائي، ولفظه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى. نعم، يعني معناه أن هذه الخطبة التي فيها يضحى بيان، يعني كانت في الضحى، وتلك كانت في المساء بعد الزوال التي فيها الأسئلة، والتي قال فيها رجل رميته بعدما أمسيت، لأنه يسأل في المساء رميته بعدما أمسيت. قال رحمه الله تعالى باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، تابعه أبو أسامة
وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. ثم ذكر باب هل يبيت أهل السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى. هل يبيت أهل السقاية أو غيرهم ليالي منى ليالي بمكة ليالي منى بمكة ليالي منى، يعني أنهم المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر لجميع الحجاج لازم، والليلة الثالث عشر لازمة لمن راد التأخر، أما من راد التعجل فإنه لا يلزمه إلا المبيت ليلتين، يعني أن يبيت ليلتين ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وهذا في حق المتعجلين. أما المتأخرون فإنهم يبيتون ثلاث ليالي. هذه الليالي التي يعني يجب على الحجاج أن يكونوا فيها بمنى وأن يبيتوا بمنى، استثني من ذلك أهل السقاية الذين يقومون بسقاية الحجاج، والذين عند زمزم يخرجون الماء ويضعونه في الأحواض ويأتي الحجاج ويفرمون منه، وكان الذي يقوم بذلك العباس رضي الله عنه، ويعني ومن يعاونه ويساعده على هذه المهمة. فالعباس استأذن أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له. فدل هذا على أولا وجوب المبيت بمنى، لأنه لو كان ليس واجبا ما يحتاج إلى استئذان، ما يحتاج الأمر إلى استئذان حتى يحصل الإذن ويبيت، فهذا يدل على وجوبه. وكونه رخص فيه لبعض الناس لمهمة ولحاجة تقتضي ذلك يدل على أن غيره مما لم يرخص له أنه يجب عليه أن يبيت. ويلحق بالسقاط من في حكمهم مثل الرعاة الذين يرعون الإبل، وكذلك الشرط الذين يقومون بتنظيم المرور وتنظيم السير يعني في مكة، وكذلك الأطباء الذين يكون في المستشفيات يقومون بهذه المهمة لمعالجة المرضى، فإن هؤلاء كلهم لهم حق المبيت في غير منى. وهذا هو الذي أشار إليه البخاري بقوله يعني أو غيرهم، لما ذكر السقاط قال أو غيرهم، يعني أن غيرهم ممن يحتاج إليه مثل حاجة إلى هؤلاء. فالحديث يدل على وجوب المبيت بمنى، لأنه لو لم يكن واجبا لم احتاج إلى استئذان وترخيص. والأمر الثاني أنه رخص للسقاط، وكذلك رخص يعني للرعاة، وكذلك من كان في حكمهم، من كان في حكمهم من ناحية الحاجة إليه كالأطباء وكالشرط الذين يقومون بتنظيم المرور وتنظيم السير يعني في مكة وخارج منها. ثم إن الحديث ذكره من ثلاث طرق، يعني ذكر الإسناد الأول ثم الإسناد الثاني ثم الإسناد الثالث، وأحال بالإسناد الأول والثاني إلى الثالث، لأنه ذكر أول ما يتعلق يعني في فقال في الأول يعني رخص، والثاني قال أذن، وفي الآخر قال أن العباس استأذن، يعني معناه أن الذي جاء في الإسناد الأول والإسناد الثاني أنه أحيل به على لفظ الحديث الذي هو في الإسناد الثالث الذي فيه أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن عبيد الله العمري عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا يحيى بن موسى عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة أنس بن عياض. قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار. وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة
قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ثم ذكر باب رمي الجمار. باب رمي الجمار. والجمار ترمى في أيام في يوم النحر وأيام التشريق. ويوم النحر يرمى جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، ويكون ذلك يعني في ضحى، لولا أن يكون ضحى، ويجوز أن يكون في المساء، ويجوز أيضا أن يكون في الليل الذي بعده بعد اليوم، ويجوز أيضا للذين تقدموا ورخص لهم في الانصراف يعني آخر الليل أنهم يرمون إذا وصلوا منى، كما يعني جاء ذلك في بعض الأحاديث عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وأما أيام التشريق فإن الرمي كله يكون بعد الزوال في الأيام الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال. وأيضا جاء يعني هذا الحديث يقول كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا، كما جاء عن ابن عمر، وفيه قوله إذا رمى إمامك يعني أن الأئمة يرمون بعد الزوال، يعني هذا شأن الأئمة أنهم يكونوا يرمون بعد الزوال اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رمى إمامك فارمي، يعني معناها أن هذا علامة على بدء الرمي. ثم لما عاد عليه السؤال قال كنا نتحين الزوال، يعني معناها نتحرى الزوال إذا زالت الشمس. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى في اليوم الأول يعني ضحى كما جاء في حديث جابر، وأما بعد ذلك فكان يرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة، حتى في يوم التأخر الذي كان مقيما بمنى وكان متأخرا لم يرمي إلا بعد الزوال، فلم يرمي في يوم واحد من الأيام الثلاثة إلا قبل الزوال حتى يعرف بأن ذلك جائز، وإنما كان يأتي بذلك بعد الزوال ولم يرمي قبل الزوال. حتى في اليوم الثالث عشر فإنه رمى عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى الأبطح بعدما زال الشمس، يعني جاء ورمى واستمر حتى صلى الظهر بالأبطح، صلى الظهر بالأبطح بعدما رمى الجبرة بعد الزوال. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأتي بالرمي في ذات أيام بعد الزوال، قد قال خذوا عني مناسككم، وعبد الله بن عمر يقول كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا، هذا يبين أن الرمي إنما يكون بعد الزوال لا يكون قبله. أقرأ الحديث أول أثر المعلق. قال جابر قال جابر يعني في حديث الطويل قال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال وبرة سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال إذا رمى إمامك. فأعدت عليه قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال ابن عمر كنا نتحين يعني نتحرى الزوال وننتظر الزوال وننظر يعني هل زالت الشمس أو ما زالت، فإذا زالت رموا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال قبل الصلاة، لأنه يعني الحادي عشر والثاني عشر كان يرمي بعد الزوال ويذهب ويصلي بالناس في مسجد الخيف، وفي اليوم الثالث عشر ارتحل بعد الزوال ومر بالجمرة بعد الزوال ورماها واستمر في طريقه إلى الأبطح حتى نزل الأبطح وصلى فيه الظهر. فهذا كله يبين لنا أن الرمي إنما يكون بعد الزوال لا يكون قبله، لأنه لو كان جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن مسعر ابن كدام عن وبره ابن عبد الرحمن المسلي الكوفي نعم عن ابن عمر نعم قال كلهم كوفيون إلا ابن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار من بطن الوادي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله رضي الله عنه من بطن الوادي، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال والذي لا إله غيره
هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا. ثم قال باب رمي الجمار من بطن الوادي. باب رمي الجمار من بطن الوادي، فالمقصود من ذلك جمرة العقبة، هي التي رماها ابن مسعود من بطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الحديث عبد الله بن مسعود رمى من بطن الوادي، عبد الله بن مسعود رمى من بطنه، يعني رمى الجمرة من بطن الوادي جاعلا مكة عن يساره ومنى عن يمينه. نعم. فقال عبد الرحمن بن يزيد يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها. إن أناسا يرمونها، أي الجمرة من فوقها، لأنها كانت في سفح جبل، ومعنى ذلك أنهم يرمون من الجبل، يرمون وهم فوق، يعني فوق من فوق، يعني فوقها، يعني من فوق الجبل أو يعني في نفس الجبل، لأنها كانت في سفحه إلى وقت قريب، إلى سنة 75، إلى سنة 75 أو 74، والجبل موجود وهي في سفحه. ثم إنه لما أزيل الجبل بقي نصف دائرة كأن الجبل موجود، يعني ولم يوسعوه من جهة الجبل، وإنما أبقوه على ما هو عليه، يعني ولكنها ترمى من جميع الجهات، ترمى من جميع الجهات، والجهة التي ملتصقة في الجبل أبقوها على ما هي عليه، أبقوها على ما هي عليه، فصار الحوض نصف دائرة، فالرمي يكون فيه من جميع الجهات، لكن كونه يرمى من جهة كون الوادي وأن مكة عن اليسار والمينة عن اليمين، هذا هو الأولى، وهو جائز من جميع الجهات، لا يقال أنه يتعين هذا المكان. فالمسعود رضي الله عنه لما قالوا أن الناس يرمونها من بطن من فوقها، قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لكن لا يعني ذلك أن الذين رموا رميهم غير صحيح، ولكن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا المقام الذي قامه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمقام الذي أنزل سورة البقرة، يعني خص سورة البقرة لأنها مشتملة على كثير من أعمال الحج، بل هي مشتملة على رمي الجمار في قوله واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فإنها مشتملة على رمي الجمار وذكر الله عز وجل عند رمي الجمار، يعني بحيث يقول الله أكبر، فيعني فرمي الجمار يعني جاء في القرآن يعني تحت هذه الآية، وهي قوله واذكر الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن أعمال يعني الأيام المعدودات هو رمي الجمار، أعمال الأيام المعدودات التي هي الثلاثة 11 و12 و13 هي الرمي للجمار، وأنه يعني وأن الرسول رمى من هذا المكان، لكن لا يعني ذلك لزومه وتعينه، وإنما الرمي سائغ من جميع الجهات، والتنصيص على سورة البقرة دون غيرها من السور، لأنه ذكر فيها كثير من أعمال الحج، وذكر فيها أيضا ما يتعلق برمي الجمار في قوله واذكروا الله في أيام معدودات. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال عبد الله بن الوليد نعم العدني عن سفيان نعم الثوري نعم عن الأعمش بهذا، بس قال أخبرني حدثنا نعم، هنا أذكر هذه الطريق من أجل أن فيها التصريح بالأخبار أو التحديث، بخلاف الطريق الأولى فإنه بالعنعنة بين سفيان وبين الأعمش. قال رحمه الله تعالى باب رمي الجمار بسبع حصيات، ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى
جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رمى الجمار بسبع، يعني بسبع حصيات، الجمار ترمى بسبع حصيات لكل جمرة من الجمرات الثلاث، فالجمرات التي يلزم الحجاج رميها إن كانوا متعجلين فعدد الجمرات 49 حصاة، وإن كانوا متأخرين فعدد الجمرات 70 حصاة، لأن اليوم الأول فيه 7، واليوم 11 فيه 21، واليوم 12 فيه 21، فتكون للمتعجلين 49، ومن تأخر يضاف إلى ذلك 21 حصاة ترمى في اليوم 13، فيكون مجموع 70 حصاة. إذن المتعجلون يرمون ب49 حصاة في يوم العيد واليومين بعده، والمتأخرون يرمون ب70 حصاة في يوم العيد والثلاثة الأيام بعده. والبخاري رحمه الله عقد ترجمة في الرمي ب7 حصيات، وذكر فيه يعني هذا الحديث الذي هو عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأنه لأنه رماها ب7، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. إذن الأول أورده من أجل رمي الجمار وثبوت رمي الجمار، وهنا من أجل ذكر العدد الذي هو 7 للجمرة الواحدة. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال رحمه الله تعالى: باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى ب7 حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم ذكر هذه الترجمة تتعلق ب يعني الهيئة التي كان عليها، وهي أن مكة عن يساره ومنى عن يمينه، يعني من بطن الوادي مستقبلا الجمرة، ومكة عن يساره ومنى عن يمينه، وهذا أن هذا هو المقام الذي قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرمي الجمرة. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال رحمه الله تعالى: باب يكبر مع كل حصاه. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب يكبر مع كل حصاة. باب يكبر مع كل حصاة، يعني أنه عندما يرمي عندما ترمى الجمار فإنها ترمى كل حصاة على حدة، ويكبر مع كل حصاة، ومعنى ذلك أنها لا ترمى جميعا، لأن كل حصاة على حدة ومعها تكبير، ومعلوم التكبير هذا مستحب ليس بواجب، ولكن الواجب هو الرمي، وأنها يعني ترمى ب7 حصيات، كل جمرة ب7 حصيات، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، يستحب أن يكبر مع كل حصاة، ومعنى ذلك أنه لا يجوز رميها دفعة واحدة، لأنه لو رماها دفعة واحدة ما رمى يعني 7 حصيات متفرقة، لقوله مع كل حصاة، معنى كل حصاة ترمى على حدة ويكبر مع كل حصاة. وفيه أيضا أنها ترمى رمي، فلا يكفي وضعها بأن يأتي الإنسان على الحوض ومعه الحصى ويلقط ويعني ينزل في الحوض هذا بدون رمي، هذا لا يصح، لأن فيه الرمي كما جاء ذلك، وكما جاءت الرواية كلها بالرمي،
ما جاء فيها بذكر الوضع، فهي لا ترمى دفعة واحدة ولا توضع وضعا، وإنما ترمى كل حصاة واحدة ويكبر مع كل حصاة، ويعني ولا توضع وضعا، لا توضع وضعا ولا ترمى دفعة واحدة، بل كل حصاة واحدة ويكبر مع كل حصاة. وذكر في هذا أن الحجاج بن يوسف كان يقول السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر فيها آل عمران، يعني معناه لا يقال سورة البقرة ولا يقول سورة آل عمران. فلما يعني سمع إبراهيم يعني ذكر أن عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أنه حج مع ابن مسعود وأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ما قال ابن مسعود هذا مقام الذي أنزلت عليه السورة التي يذكر فيها البقرة كما قال الحجاج، بل يجوز أن يقال سورة البقرة دون أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة. قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود. قال رحمه الله تعالى: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف، وأشار إلى الحديث الذي ورد في ذلك، وقد أورده البخاري رحمه الله يعني كما سيأتي. قال: ولم يقف، يعني معناه أن جمرة العقبة لا يوقف عندها وإنما ترمى ويذهب الإنسان وينصرف، بخلاف الجمرة الأولى والثانية فإنه يقف بعد رميهما ويدعو مستقبلا القبلة ويرفع يديه. أما فيما يتعلق بجمرة العقبة فإنه لا يقف عندها. نعم. وقد قال بعض الفقهاء لضيق المكان، وهذا التعليل يعني ليس بواضح، لأنه الآن يعني الآن زال الجبل الذي هو العقبة، وصارت الأرض عندها مثل عند الأولى والوسطى، فإذا ليست القضية يعني قضية ضيق المكان، بل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وقف عند بعد الأولى والثانية ولم يقف بعد الثالثة، إذن هذا هو الذي يتبع وهذا هو الذي يسلك، ولا يقال أنه لضيق المكان، يعني من لو اتسع المكان يفعل، تعليل بضيق المكان من لو اتسع يفعل، وهذا غير صحيح، بل إن الرامي إن الجبرة لا يوقف عندها لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم سواء اتسع المكان أو لم يتسع. فإذا التعليل يعني لضيق المكان يعني معناه أنه لو اتسع المكان يفهم منه أنه ما في بأس، ولكن هذا خلاف يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل بناء الكعبة، لو أنها بنيت يعني أنها لا يمسح الركنان الشاميان لأنهما لا يبنيان على قواعد إبراهيم، يعني معناه لو بني على قواعد إبراهيم هل يمسحان أو لا يمسحان؟ لا يمسحان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لأنهما لم يبنيا على قواعد إبراهيم لا أمسحهما لأنهما لم يبنيا، وإنما ترك مسحهما، فلا أعيد بناء الكعبة على ما كانت عليه في زمن إبراهيم ودخل الحجر، فإنه لا يستلم الركنان الشاميان، لا يستلمان، وإنما يستلم ما استلمه الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف، يعني عندها. قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أشار إليه وذكره في ترجمة أخرى يعني كاملا يعني مبينا، فيه الأولى والثانية يوقف عندها ويدعى ويطال في الدعاء، وجمرة العقبة لا يوقف عندها. وكما قلت بعض الفقهاء علل لضيق المكان، وهذا التعليل يعني غير صحيح، لأنه إذا أزيل المكان وقد أزيل الآن فلا يفعل عندها كما فعل عند الجمرة الأولى والثانية، بل يقتصر على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بقي العقبة التي هي الجبل الذي كانت في سفحها جمرة العقبة أو أزيلت كما حصل ذلك أخيرا، فإن الوقوف لا يكون عندها، لا يكون عندها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه الوقوف عندها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب
إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الحديث هو الذي أشار إليه في الترجمة السابقة التي فيها أنه لا يقف عندها, قال فيه حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم, هذا هو الذي يعنيه وهذا هو الذي أشار إليه هذا الحديث الطويل, وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لرمي الجمار بدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ثم إنه تقدم إلى جهة القبلة وإلى جهة الجمرة التي تليها ووقف يعني يدعو رافعا يديه ولم يعني ولم يقف عند الجمرة يعني حتى لا يضيق على الذين يرمون الجمرة وحتى لا تصيبه الحجارة التي يرمي بها الذين يرمون الجمار, فإذا استسهل يعني معناه أنه يعني نزل أو يعني ذهب إلى مكان سهل يعني ليس فيه أحد يعني من الذين يرمون بحيث تجاوز مكان الرمي يعني بحيث لا يضيق على الذين يرمون بأن يقف يدعو في عند الجمرة ويضيق عليهم, وكذلك أيضا حتى لا يصيبه يعني شيء من الحجارة التي يرمون بها. ففيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف بعد الأولى وقف بعد الثانية ولم يقف بعد الثالثة إذا أن تتبع هذه السنة ويأخذ بهذه السنة فيوقف عند بعد الأولى والثانية ولا يوقف بعد الثالثة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري يونس بن يزيد العيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم ذكر حديث ثم قال باب رفع اليدين في الدعاء يعني بعد الجمرة الأولى والثانية, يعني هنا أورده من أجل رفع اليدين, قبل ذلك أورده من أجل الدعاء, فقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الأولى والثانية وأنه بعد الثالثة يعني لا يقف لا يدعو ولا يرفع يديه وإنما يرميها وينصرف. فإذا الحديث أورد هنا وأورد من طريق أخرى من أجل الاستدلال به على رفع اليدين وهو يدعو بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله نعم لويسي عن أخيه نعم عبد الحميد بن عبد الله نعم عن سليمان بن بلال نعم عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه
ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاه، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ابن عمر يفعله. ثم ذكر الدعاء بعد الأولى والثانية، يعني هناك ذكر رفع اليدين وهنا ذكر الدعاء، وقبل ذلك ذكر الرمي، فهو مثل الذي قبله إلا أنه أورد من أجل أنه كان يدعو بعد الأولى وبعد الثانية. قال: حدثنا محمد هو بشار عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أرسل لكن ذكر ثم قال: قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه، يعني معناه أن المتن تخلل الإسناد، المتن تخلل الإسناد لأنه وقف عند الزهري ثم ذكر الحديث ثم الزهري قال عن فلان عن فلان، يعني معناه أن الإسناد موجود كامل إلا أن المتن تخلله. قال رحمه الله تعالى: باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.